اهلا بكم من جديد. قبل ما اقدم ضيوفي ونتكلم عن البورصه اذكركم مره اخرى بمبادره سندات المغتربين اللي كنا تبنيناها في هذا البرنامج منذ عده اسابيع، وقلنا ان احنا بندعم فكره اصدار الحكومه لسندات للمغتربين، والحقيقه ان الموضوع واضح ان هو بيسير في طريقه. السندات زي ما كلمناكم برضو من عده اسابيع انتقلت الفكره من سندات الى شهادات ادخار. الاول كانت فيه فكره شهادات استثمار ثم شهادات ادخار يصدرها البنك الاهلي المصري، شهادات ادخار دولاريه يصدرها البنك الاهلي المصري. احنا منتظرين هذا الاصدار، والمعلومات التي لدينا ان الحكومه بالفعل وافقت على هذا الاصدار، وان هو خلال يمكن اسابيع قليله سيتم هذا الاصدار للمغتربين او المقيمين في الخارج. هذه الشهادات موجهه بالاساس للمغتربين ومن المصريين او مقيمين في الخارج، مش لازم مصريين. في فكرة أخرى بتناقش الآن في وزارة المالية المصرية وما بين الحكومة، يعني بين المالية وبين التعاون الدولي والبنك المركزي، وهو فكرة الصكوك، إنه والله 70% من هذه الشهادات هتكون موجهة للمصريين أو للعاملين في منطقة الخليج. حدث هناك كان في استفتاء أجرته الحكومة عن طريق عدد من البنوك المصرية أو عدد من البنوك العاملة اللي هي تتعامل معها الحكومة للوصول للريتيل أو الوصول للمستهلك أو المستثمر الصغير، وفي إحساس أن فكرة الصكوك ربما تكون أنسب لهذا النوع من العملاء. وبالتالي في جدل الآن داير داخل الحكومة المصرية، هل هنطرح أمرين؟ بنك الأهلي مصر على طرح شهادات ادخار دولارية، في فكرة أخرى أن تطرح صكوك عشان يبقى اسمها صكوك إسلامية أو يعني صكوك دولارية أيضا. هل تطرح أيضا من البنك الأهلي؟ هل البنك الأهلي هطرحها عن طريق الفرع الإسلامي التابع له؟ لسه لم يحسم هذا الأمر، وبنتكلم في فايدة من 3-3.5% خلال أسابيع قليلة هيكشف كل النقاب عن تفاصيل هذا الطرح، سواء شهادات ادخارية دولارية أو صكوك دولارية. والحكومة المصرية تأمل في أن تجمع حوالي 3 مليار دولار من هذه الصكوك خلال أشهر قليلة من طرحها، ده بالإضافة طبعا للمليار دولار اللي حصلت عليه مصر أو اللي هتحصل عليه مصر من البنك الدولي صندوق التنمية الإفريقي. بعثة البنك صندوق النقد الدولي هتأتي إلى مصر خلال أسبوع أو 10 أيام بعد مناقشات داخل مركز الصندوق في واشنطن، وبعد ما يشوفوا ان الامور هديت في مصر. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي، الاستاذ هاني محمود العضو المنتدب بشركه بلوم للاوراق الماليه، اهلا بيك، والاستاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره شركه اصول للاوراق الماليه. وقبل ما نبتدي الكلام، ده مؤشر البورصة النهاردة معانا يا ميدو، ادي مؤشر اغلاق البورصة المصرية النهاردة. البورصة المصرية مرتفعة الحمد لله بقالها عدة ايام، ومن اول السنة تقريبا 25% النهاردة المؤشر، بعد ما كان صعد 4 وشوية تراجع شوية لـ2، اغلق على 2.5 تقريبا، وبرضو ده صعود. هل ده مؤشر ان بكرة البورصة هتنخفض في موجة جمع جني أرباح؟ هنعرفه ده من السادة الخبراء في البورصة. أستاذ هاني، متوقع بكرة موجة جني أرباح؟ متوقع، بس مش بالنسبة اللي الناس تتوقعها، لأن كمية الضخ الأموال الأجنبية يعني في الفترة دي بتدي للسوق إن هو ياخد نفسه في مستويات معينة وبيكمل تاني، فمش قلقان يعني، حتى أي نزول مش هيقلقني على الإطلاق خالص. أستاذ إيهاب، ليه السوق ارتفع في الأيام الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا عشان الاحداث الايجابيه اللي احنا بنشوفها خلال الفتره اللي فاتت، اذا كان الغاء قانون الطوارئ ده كان برضو بدعم بشكل كبير جدا، وكمان مجلس الشعب، كل دي حاجات يعني الى حد ما بدات تظهر ملامح دوله. احنا ما كانش عندنا دوله، كان عندنا يعني حاجه كده ماشيه كده زي ما بيقولوا سبهلله كده. فبالتالي بقى مجرد ما بدات تظهر الملامح دي، مجرد ما السوق على طول استوعب الكلام ده، بانه يعني خليني اضيف جزء بس، ان هو بيعوض خسائر، هو مش بيحقق ارباح، لان دي نقطه مهمه جدا.
الاعلام مش بيطرحها للناس بشكل مظبوط. خسرنا قد ايه او السوق خسر قد ايه طول السنه؟ ببساطه شديده خسر 52% من قيمته. نص بالظبط كده. احنا فتحنا سنه 2011 بدايه شهر واحد على 7245، قفلنا السنه على 3578، 3600 نقطه تقريبا. يعني حوالي 52% انخفاض في مؤشر السوق. ده مؤشر السوق الرئيسي. القيمه السوقيه بقى، لكن مش المشكله، ما هي انخفضت حوالي نص تقريبا. المشكله في الاسهم، ان هناك اسهم وصلت 26 سهم من المدرجين في البورصة إلى أدنى مستوى منذ الإدراك في البورصة، بعضهم من 12 و13 و14 سنة، يعني رجعوا لأسعار بسنة 97 و98. دي المشكلة الكبيرة جدا. فأي ارتفاع في الفترة الحالية زي ما حضرتك أشرتي كده 25%، وإنما برضو تحت نطاق تعويض خسائر. يعني كل الحكاية إن إحنا رجعنا للأسعار اللي كنا عندها من حوالي شهر أو شهر ونص. اللي استفاد مين؟ اللي استفاد اللي هو قدر يدخل مع نهاية السنة الماضية في 3600 و3700، لكن المستثمر الأعم والأكثر اللي موجود في السوق هو اللي موجود بأسعار أعلى من كده بكتير، وبالتالي واللي خسران لحد هذه اللحظة. أستاذ هاني، كنا بنكلم رئيس البورصة بالأمس وكنا بنلاحظ إن الأجانب نت بايرز، يعني الأجانب داخلين بموجة شراء، ده ذكاء ولا أموال ساخنة ولا تفسيرك ليه؟ لا ده ذكاء طبعا. الأجانب بقى لهم 18 جلسة على التوالي نت بايرز، وتقريبا وصل المشترين صافي مشترين تقريبا 500 مليون جنيه، ما يقرب من ال 500 مليون جنيه مصري في 18 جلسة متوالية. وفي خلال ال 18 جلسة كان بيحصل تحويل من بعض الأسهم لأسهم أخرى أكثر جودة وأكثر جاذبية سعرية في خلال الأسعار السوقية الحالية. فما كانش، ما فيش أموال ساخنة. هو طبعا هنسميها الأموال الذكية، منتظرة بداية طريق. وده الفرق ما بيننا وما بين كأفراد ومؤسسات محلية، إن هي بتنتظر نهاية الطريق اللي تحدد إن هي هتشتري. لا، الأجنبي بيعرف كويس قوي إن إلغاء قانون الطوارئ بعد 30 سنة حتى لو منقوص ومشروط يعني شيء. يعرف قوي إن في برلمان حتى لو في جدل وفي حراك شديد فيه، ده بداية طريق. وشايف ان الطريق هيكمل سونر او ليتر، لان احنا بدأنا خلاص. فطبعا مش هيستنى لما توصل القيم لقرب القيم العادلة ويشتري. هو عاوز بريميوم او عائد عائد، وبالطبيعية وحققه. لان احنا هنا بدأنا نتكلم على البورصة دلوقتي ان هي بتطلع. لا، في اسهم عملت في الثلاث اربع ايام اللي فاتت 30 و40%. 30 و40%. كان بيحصل ان كان بيتم ايقاف التداول شويه لما بتطلع 7% لان النسبه ومحدش حس بيها. ولا، وعاوزين نقول كمان اتعملت فلوس في ساعه النزول بال 50% و100% ومحدش حس بيهم. ندي مثال، شركه اموك للبتروكيماويات بعد الثوره نزل السهم لغايه 45 جنيه. تمام. بعد الثورة بشهور تداول عن 78 جنيه، والميزانية بتاعته قفلت 12 جنيه لسه، وزع منهم 9 جنيه كوبون، والنهاردة ب 77 جنيه تاني. يعني في بعض الشركات ماسكة نفسها زي ما بنقول، بل وتحقق أرباح. في اقتصاد حقيقي في مصر، في 85 مليون نسمة عندهم أهم حاجة ده في الموضوع ده الطموح. في 85 مليون نسمة محتاجين يسكنوا ومحتاجين يلبسوا ومحتاجين. ففي اقتصاد، في اقتصاد حقيقي. فانا مش قلقان خالص على كل يعني الناس اللي شايفه ان في انهيار و لا، طالما في اقتصاد وفي بشر وفي عماله احنا ما نقلقش على الطريق، هينور بس نوصل لبدايه الطريق. امتى نقلق بقى؟ يعني دلوقتي طبعا متفائل، انه شويه متفائل ان قلق بدايه الطريق، والبورصه دايما بتسبق الاقتصاد، عندها كده خطوه الى الامام شويه وبعدين بيلحقها باقي ادوات الاقتصاد. انت قلقان ولا انت ليه؟ انا قلقان طبعا، لان انا حتى الان زي ما قلت لحضرتك احنا يعني اسمح لي اختلف بس في نقطه صغيره، ان احنا في بدايه الاتجاه او انتهت الازمه. لا، ما نقدرش نقول كده خالص. هي اي صعود على الاجل اللي احنا فيه ده مجرد حركات تصحيحيه بنقول عليها احنا من الناحيه الفنيه بتاعتنا، انها حركه تصحيحيه لتعويض جانب من الخسائر. لكن عشان ناخد اتجاه صعودي طويل الاجل زي ما شفنا كده في 2003 لحد 2007 و2008، لا دي كانت ايام حلوه جدا. مش بس كده، لا هي تاني. النقطه طبعا ممكن نشوفها تاني بس مع وجود الظروف العالميه كمان. بالظبط كده. يبقى ده مش اتجاه صعودي طويل الاجل. ليه؟ لان لازم يكون عندي رئيس جمهوريه منتخب، لازم يكون عندي دستور، لازم يكون عندي حكومة مش انتقالية بقى، حكومة ثابتة بتحط لي خطط طويلة الأجل. وعلى هذا الأساس المستثمر الأجنبي يدخل يشتري وابني اتجاه صعب. لكن دلوقتي
اي ارتفاعات، مجرد ان الاسهم رخصت فبترتد شويه. على فكره معظم شراء الاجانب كمان على مدار الجلسات اللي فاتت كان منصب بشكل رئيسي في احد الاسهم القياديه، اللي هو اوراسكوم تيليكوم واوراسكوم الاتصالات بعد الفاصل، بالظبط كده، وان هو عاجل التداول مره اخرى، مش بالشكل اللي هو بقى هيخش يبني مراكز استثماريه طويله الامد. ايه اللي مطلوب لكي يستطيع المستثمر زي ما بيقول الاستاذ ان هو يبني مراكز استثماريه طويله الاجل، انه يبتدي يشعر بثقه، يدخل باموال قويه، برغم ان التداول دلوقتي 600 وحاجه، بس احنا فين ايام المليارات بقى؟ يعني مش بعيد. بص انا مش مختلف تماما مع استاذ ايهاب ان هيكون في حركات تصحيحيه، بس في طريق. هل في شك ان هيبقى في رئيس؟ لا طبعا. فانا مش هستنى لما يجي الرئيس. يعني السمارت ماني مش هستنى لما يجي الرئيس. ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب طبعا الانفلات الامني ينتهي، بعض المطالب الفئويه اللي مؤثره على اللي عامله حراك كبير تهدى شويه، بعد كده مطلوب ان الوزاره والحكومه اللي جايه يكون شغلها الشاغل الصناعات كثيفه العماله، الاقتصاد الحقيقي، احنا على طول مرتبطين قناه السويس سياحه، لا في اقتصاد حقيقي، صناعات صغيرة، الكلام ده ليه أثر غير طبيعي على الاقتصاد. لما بنروح في الاتجاه الاقتصاد الحقيقي فعلا وكثيفة العمالة والصناعات الصغيرة مع حد يكون وزير اقتصاد، وزير استثمار فعلا بروفيشنال بقى، يعني انا واحد من الناس من ضد بقى الحد الاقصى للاجور والكلام ده، لان انا انت ترفض موضوع الحد الاقصى؟ ما احنا عايزين نشرحه بس للناس بشكل يعني واضح، لان طبعا لما حد يسمع كده يقول لك ما انت بتاع الملايين والست دي بتاعت الملايين اتفضل. لا الحد الاقصى للاجور، انا لو الوزير اللي قاعد فعلا، انا ده رايي انا الشخصي، ما بياخدش مليون جنيه مش هيدير صح. انا محتاج 10 وزراء، 15 وزير، كل واحد بياخد مليون جنيه. احنا دوله فقيره، معلش، ما هو انت عشان تبقى غني محتاج حاجه ثانيه. اوباما لما في بنوك ما حققتش ارباح قال لك نخفض مرتبات رؤساء البنوك فيها، يعني ده قطاع خاص، ما ينفعش حد يحكم القطاع الخاص، والقطاع الخاص اذكى من اي حد، بدليل ان هو خفض عماله وخفض مرتبات وما حصلش عنده اضرابات، لان هو الربحيه والانتاجيه هي المعيار الاساسي بالنسبه له. فالدوله دي عشان تدار بفكر اقتصادي بحت لازم نتحرر. انا ممكن اعمل حد ادنى للاجور، ده مطلوب جدا، لكن حد اقصى للاجور وان الوزارات تبقى، احنا بنتكلم في حد اقصى للاجور للقطاع العام الحقيقه، ما بنتكلمش في القطاع الخاص، بس برضو الوزارات، انا عمري ما هبقى، يعني مش هقول عمري، مش هبقى وزير عشان ادافع عن الموضوع، ما ينفعش تبقى الاجور بتاعه الوزراء والناس تبقاش بالمهنيه دي. فمحتاجين ناس تعمل خطة كبيرة للاقتصاد عشان تأثر على البورصة السنوات الطويلة. أستاذ إيهاب تتفق مع هذا الرأي ولا تختلف؟ يعني طبعا هو في مسألة الحد الأقصى دي مشكلة كبيرة جدا، لأن إحنا كده هنفقد كفاءات، ده ما فيهاش شك. يعني أعتقد أن الكفاءات حتى على مدار السنين اللي فاتت جزء كبير منها جدا فقدناها بسبب الأجور، ما كانش فيها حد أقصى ولكن لا تتواءم مع دول الخليج مثلا، فبالتالي فقدنا كفاءات. لكن خليني أقول أن الوزراء تحديدا أو المناصب اللي هي الكبيرة دي في الأول وفي الآخر مناصب تطوعية، يعني أنا لما بمسك عمل عام، بالضبط كده، عمل عام، أنا بمسك مجلس إدارة نادي، طب ما باخدش حاجة، لكن هو عمل تطوعي، مجلس إدارة في اتحاد الكورة، مجلس إدارة في أي حاجة. يمكن الحد الأقصى يجب أن يستثنى منه مثلا البنوك والمؤسسات المصرفية، وكمان يستثنى منه برضو حتى شركات قطاع الأعمال اللي هي بتدير شركات اللي يجب أن تديرها بشكل استثماري. نقطة الحد الأقصى برضو ما هي ما طالتش الربحية مثلا، إن أنا ليا نسبة في الأرباح، فهي الحد الأقصى هنا بتتكلم على الأجر الأساسي بتاع الموظف، لكن ممكن يكون ليه نسبة من الأرباح زي مثلا البنوك والقطاع المصرفي، فأعتقد أن دي ممكن تعوض نوعا ما إلى المرتبات. طب أنا هرجع تاني للبورصة، حضرتك بتقولي أن الأجانب نت بايرز في 18 جلسة متوالية، في 18 جلسة متوالية، ده بينفي بقى كل الإشاعات أن الإخوان نزلوا بفلوسهم على شركات البورصة أو شركات الأوراق المالية للتدخل بسرعة لإيحاء بأن الاستقرار عاد سريعا عقب جلسة مجلس الشعب؟ لا طبعا، لا مش كده خالص، هي المسألة ما حصلش. لا ما حصلش، المسألة واضحة تماما زي ما قلت لحضرتك، مجرد ما بقى في استقرار في الدولة ولو حتى نسبي على طول الناس تفائلت وتفاعلت معاه. كان في
تشاؤم كبير جدا عند المتعاملين في البورصه من 25 يناير تحديدا. كان في بقى مخاوف من المؤامرات والمشاكل اللي ممكن تحصل، فدائما لما بيبقى حاله التشاؤم محطة اسقاط الدوله بالظبط كده، لما بيبقى حاله التشاؤم قصوى لما بتنتهي وبيطلع ان التشاؤم ده كان مش في محله بتنقلب الى تفاؤل حاد. هو ده اللي حصل بالظبط. عشان كده طلعنا يوم الخميس اللي هو بعد 25 يناير اقوى صعود من سنين، اللي هو 7% في جلسه واحده. فده السبب الرئيسي، لكن مش ما نقدرش نقول ان في فلوس اتضخت لدعم السوق. السوق ما بيدعمش، ولا فيش حد يقدر يطلع السوق ولا ينزله. ولا كانش حد غلب، كانت امريكا نفسها ما خلتش السوق هينزل خالص. هل بدا قيد شركات من كانت محظوره مثلا ممن ينتمون للاخوان المسلمين؟ هل سامعين عن قيد شركات اوراق ماليه تداول من هذا الاتجاه؟ خلينا لا يعني احنا انا ما سمعتش اي حاجه عن هذا الموضوع، لكن خلينا يعني نبص الموضوع بصوره اكبر شويه. هذا سوق حر، العرض والطلب فيه متاح للجميع، وما فيش حد اقوى من السوق، واللي يقدر يطلعه اهلا وسهلا بيه. يعني ايه فيعني فيا ريت يطلعه لنا واحنا نخرج اللي عندنا. ايه اللي منتظرينه من الحكومه على المستوى القصير؟ هذه حكومه انتقاليه، ما اقدرش اطلب منها ان تعمل على المدى البعيد، ما اقدرش اقول لها حطي خطه او ضعي خطه عرضيها لنا على المدى البعيد، دي حكومه كذا شهر وهتمشي. مطلوب منها ايه لكي يشعر المستثمر بثقه، المستثمر المصري والمستثمر الاجنبي او العربي سواء؟ دي بيؤكد على الكلام اللي انا قلته في البدايه، ان هي مش حكومه ثابته للمدى الطويل، وبالتالي ما ينفعش تؤثر على اتجاه البورصه طويل الاجل، بتاثر على الحركات التصحيحيه. انا كان ليا حقيقه طلب كنت بتكلم فيه من يمكن من مارس، من بعد الثوره مباشره، اول ما البورصه عادت للتداول، اللي هو قانون التصالح. احنا عندنا قانون للتصالح في البنك المركزي، تصالح بالظبط كده، قانون التصالح اللي تصالح مع رجال الاعمال ايام بقى حسام ابو الفتوح ومجدي يعقوب والناس دي كلها، تصالح مع رجال الاعمال لسد المديونيه بتاعتهم وانقضاء الدعوه الجنائيه. دي كانت خلافات مع البنوك بالظبط كده. انا هنا عندي خلافات مع الدوله فيما يتعلق على سبيل المثال بشق الاراضي. مظبوط. انا ليه ما اعملش تصالح مع هذه الشركات اللي هو الحكومه بدات تعمله دلوقتي؟ الموضوع ده لو كان تم تفعيله من فتره كان يعني نجانا من حاجات كتيره قوي، ما كناش هنوصل بقضايا للتحكيم الدولي مثلا، وهيطلب مننا تعويضات كبيره جدا. يبقى انا لما اعمل قانون التصالح ده الدوله هتستفيد والمستثمر هيستفيد، والمستثمر الخارجي اللي بيفكر فيا هيطمن ان الدوله ما بتحبسش رجال اعمال. لازم فكره حبس رجال الاعمال دي تلغى تماما. خليني اخد وجهه النظر الثانيه، ان المواطن بيقول والله يا جماعه انا اتنهبت سنين طويله، يعني برضو الفكر الاقتصادي ده مش كل الناس فاهمه. انا ما اقدرش، المواطن بيجي يقول انا اتسرقت سنين طويله، انا دول اخذوا مليارات، دي شركات خدت اراضي مصر ونهبتها وما الى ذلك، مع عدم قناعتي يعني بالكلام بمجمله كده، لكن الناس بتقول كده. المواطن المصري يشعر ان التصالح ده بصراحه هيضره، ازاي نقول له ان التصالح ده في صالحك طالما لم تلوث الايدي بالدماء؟ يعني لازم نفصل قضايا الدم عن قضايا الاموال العامه ببساطه شديده. في اي قضيه في الدنيا في حاجه اسمها شق مدني وشق جنائي، دي مساله قانونيه. يعني احنا بنتصالح في الشق المدني اللي هو بيتعلق بالفلوس، لكن الشق الجنائي اللي هو زي قتل المتظاهرين مثلا ده ما فيهوش تصالح. اي حاجه، اي قضيه فيها شق جنائي ما فيهاش تصالح، لكن التصالح في المدني. يعني انت خدت ارض، تعالى خدتها ايام النظام السابق ب 100 مليون جنيه، الارض دي تسوى 500 مليون جنيه، ما تسواش 100 مليون، تيجي تتصالح ولا نعمل نخش في قضايا؟ اي مستثمر عنده منطق في اليومين الحاليين هيقول لك لا اتصالح، خد كمان 100 ونخلص الموضوع. يبقى انا استفدت والمستثمر استفاد، انا محتاج الفلوس دي دلوقتي بس كده. يبقى انا في عرض الكلام ده دلوقتي، فالمفروض ان ده يبقى الفكر اللي موجود عندنا، لان احنا كده هو الحل الوحيد بالنسبه لنا. استاذ هاني، انت مع فكره التصالح؟ طبعا مع فكره التصالح، بس عاوزين اللي يعمل التصالح واللي يحكم على ان ده اهدار مال عام او حاجات من تمت هاي الموضوع ازمه ثقه في الاول والاخر. لان يعني انا على سبيل المثال بدون ذكر اسماء، احدى الشركتين اللي عليها من شركتين من الشركات اللي عليها المشاكل، انا يعني قعدت مع مدير اعمال الشيخ عربي منهم، قال لي لو عاوزين ياخدوا الشركه ويدوني الفلوس اللي دفعتها انا موافق دلوقتي حالا، بعد اعاده الهيكله والصرف اللي انا صرفته. وده كلام في اوضه مغلقه مش قدام التلفزيونات. بس انا ما اقدرش، دي انا كدوله ما اقدرش ادي له فلوس. بس الفكره ان في يعني ايحاءات عاليه جدا، ان مش هقول كان، يعني هقول ان في حاجات اتبعت غلط، لا في حاجات اتبعت غلط وفي حاجات اتبعت صح، لازم نميز.
فما يبقاش القطر ماشي ان كل اللي اتباع غلط كل اللي اتباع غلط. وما ينفعش ارجع على كل العقود يا جماعه، وما ينفعش ان انا ارجع في كلامي مع كل الناس وارفع قضايا. خاصه نفس العماله، نفس العماله طلعت في اكتر من سنه وخدت اكتر من مره حقوق وطلبت طلبات واستجابت ليها الادارات، ومع ذلك هي نفس العماله واقفه دلوقتي بتعمل اضرابات. يبقى ده ايه؟ استغلال للموقف والظروف والاحداث. فما يعني لازم برضو نتوجه للايه، للشكل العام ان اللي بيفصل في الامور ويحكم فيها ناس اقتصاديه، لان انا برضو في بعض الاحوال كده بلاقي ناس بتتكلم في الاقتصاد، الاقتصاد لم يتضرر، دي فزاعه ده مش عارف ايه، والاقتصاديين قاعدين بره بجد قاعدين بيتفرجوا علينا. احنا يعني هو الكلام اللي بيتقال ده هزار صحيح. فيعني خلينا نفصل بس، وان الموارد موجوده بس احنا مش عارفين، يعني ان الموارد الفلوس موجوده بس احنا لو نرجع الفلوس اللي بره ولو جبنا الفلوس اللي بره هنقسمها على الناس وكل الناس تبقى سعيده وجميله. يعني اتمنى ان انا، بس انا بحاول ان انا دايما استعين بزملاء اقتصاديين، عشان انا لما بقول الكلام ده بيقول لك اه ما هو انت بقى عايزه الدنيا وانت ماسكه فزاعه الاقتصاد. فكرة التصالح أعتقد أن بعد عام من بعد عام على الثورة علينا أن نكون أكثر جرأة، علينا أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا، وأن احنا نواجه نفسنا ونقول هو احنا عايزينهم في السجن ولا عايزين الفلوس؟ ده موضوع مهم جدا. ومرة أخرى نحن نفرق ما بين من تلوثت يداه بدماء المتظاهرين، ده لا تصالح الدم خالص، لا دية بقى ولا غير دية ولا ما بنتصالحش في الدم، لكن عقد مش مظبوط، ناس خدت أراضي مش حقها، ناس حتى خدت حاجات من حقها وإحنا شايفين إن بصراحة لازم تدفعوا أكتر. أي مكان احنا محتاجين الفلوس ولازم نقف مع نفسنا، واحنا محتاجين الفلوس ولا عايزين نفضل شايفينهم يا اما بره في لندن وكلهم موجودين في لندن يا اما موجودين في السجن. ده سؤال لازم نسأل انفسنا ونقف ونسأل احنا عايزين ايه، ده سؤال للمجتمع. ومهم جدا نحدد معايير التقييم قبل ما نحدد الشركة اللي هنبدأ نقول دي كانت غالية ولا رخيصة. ايه معايير التقييم؟ نحط الأسس اللي هنقيم عليها، والمعايير تسري على الجميع، ما والمعايير تسري على الجميع. على المستثمر العربي بطريقة والمستثمر المصري بطريقة تانية. بالضبط، مش هنفصل، احنا بنفصل وبعدين الواضح ان احنا ابتدينا نتصالح مع المستثمرين العرب لانهم ذهبوا الى التحكيم، لكن بالزبط. المستثمر المصري اللي هو اقام الاقتصاد المصري وسنده وكان موجود معاه، احنا مقررين ان احنا ما نتصالحش. بس انا ما اقدرش برضو ابقى مستاء من تصرف بعض رجال الاعمال العرب، لان ده اجراء طبيعي طبعا، واحنا لو مكانه هنعمل كده طبعا. يلجأ للتحكيم ده اجراء طبيعي جدا. بالظبط كده، فده لا يعيبه يعني بالتاكيد. هنخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار ونستقبل ايضا اتصالاتكم الهاتفيه للساده الخبراء، اكيد عندكم تليفونات كتير.